طيب اسالك بقى على بطوله السوبر المصري للانديه الابطال، وشايف البطوله ازاي؟ مشاركه الاهلي قدام سيراميكا، مباراه بيراميدز امام الزمالك، الطرف الافضل او الاوفر حظا للوصول الى النهائي، شايف حسابات البطوله ازاي في ظل هي بدايه موسم بالنسبه للفرق؟ أكيد أكيد طبعا. أولا الموسم الثاني على التوالي البطولة بتتعمل بنفس النظام وفي دولة طبعا في الإمارات الشقيقة طبعا. الحظوظ متساوية للأربع فرق أكيد. ده البطولة فيها أربع فرق، والأربع فرق فيها ثلاثة أبطال: نادي الأهلي بطل الدوري، نادي بيراميدز بطل كأس مصر، سيراميكا بطل الرابطة، نادي الزمالك بالكارت الذهبي. يمكن ترتيبه في الدوري كمركز ثالث اداله الأولوية إن هو يكون موجود على حساب مودرن سبورت أو على حساب نادي المصري اللي هما كانوا في الترتيب الرابع والخامس تقريبا. صحيح. بطولة قوية طبعا، فيها أربع فرق، الأربعة زي ما بقول لك كده الحظوظ متساوية. الحظوظ الأوفر طبعا للأندية اللي لعبت وبدأت من بدري: نادي الأهلي ونادي الزمالك ونادي بيراميدز، بالحكم إن هما لعبوا في أفريقيا وشاركوا. الحظوظ سيراميكا مش في البطولة، في اللعب انه يظهر بشكل كويس في ظل ان هو فترة اعداد فقط لا غير ما بين هنا في مصر ومباريات ودية، وبعدين يسافر بدري للامارات يكمل بقى المعسكر قبل البطولة ب10 ايام عشان يكمل المعسكر بدون خوض اي مباراة رسمية. فده يدي موضوع شوية من القلق شوية لنادي سيراميكا. لكن شفنا سيراميكا السنة اللي فاتت بأدائه في الدوري وفي الرابطة، ويفوز بالرابطة الموسم الثاني على التوالي. فما فيش في النهاردة محمد كورة أو مباراة سهلة في أي بطولة، سواء كان في بطولة الدوري أو النهاردة في سوبر، كل الحظوظ متساوية. نفس الكلام للبيراميدز بعد فوزه بأول بطولة في كأس مصر، بيروح البطولة دي وهو المسافة قريبة ما بين نهائي كأس مصر وما بين البطولة النهارده، بيتكلم في شهر ونص أو شهرين تقريبا. عنده دوافع إنه يفوز بالبطولة الثانية، لكن بيتقابل مع نادي الزمالك اللي جاي معنويا. ما فازش بالبطولة السنة اللي فاتت، لكن معنويا يفوز على النادي الأهلي بالسوبر الأفريقي، فعنده معنويات عالية. لكن هي برضه أكيد هتبقى مباراة قوية ما تقلش أهمية طبعا على مباراة النادي الأهلي مع سيراميكا. نادي الزمالك زي ما قلت لك معنوياته مرتفعة داخل البطولة بإضافة حاجة جديدة بمسمى جديد هو الكارت الذهبي، برضو إضافة قوية للبطولة من ناحية الجماهير وخلافه. الفترة بس الأخيرة أو من بعد مباراة السوبر الناس بتتكلم على السوبر المحلي كأنه أهلي وزمالك. صحيح. وحصروا الموضوع ما بين إن النهائي خلاص هيكون أهلي وزمالك، لا، في أربع فرق، الأربعة أربع أندية كبار عندهم نفس الفرص نفس الحظوظ، كل واحد عنده مباراة أولى، لازم يفكر في المباراة الأولى الأول. نادي الاهلي عشان يوصل النهائي لازم الاول يعدي سيراميكا، او سيراميكا لو عايز يوصل النهائي لازم يعدي الاول ويكسب النادي الاهلي. نفس الكلام طبعا للزمالك وبيراميدز. وارد ان في النهائي ما يكونش موجود اهلي وزمالك. كل شيء وارد في الكوره. طبعا وارد ان يكون موجود الاهلي والزمالك او اهلي بيراميدز سيراميكا وبيراميدز سيراميكا على حسب مين هيعدي المباراه الاولى. النادي الاهلي استعداده كان فتره الاعداد كويس جدا، مباراه السوبر وكانه بيعيد سيناريو الموسم اللي فات محمد برضه. صحيح. لما يعني رحنا لنفس البطوله نفس السيناريو بالظبط، خسرنا قدام اتحاد العاصمه في السعوديه في السوبر، ورحنا برضه للبطوله دي واحنا خسرانين السوبر الافريقي، وكانت بدايه موسم موفق جدا 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 للنادي الاهلي بدايه من السوبر المصري. يعني بدا النادي الاهلي بخساره السوبر الافريقي، وبعدين اكتسح كل البطولات واداء مميز سواء في الدوري او في افريقيا او في كل المباريات وفي كل اداء النادي الاهلي السنه اللي فاتت. وده اللي الواحد بيتمناه ان شاء الله، ان يكون اعاده الثقه للعيبه. عندنا لعيبه اسماء كبيره، لعيبه محترمه جدا، لعيبه شايله المسؤوليه.